مساء الخير. نهاية الأمال النجموية مقابل الانتفاضة الصفوية المستمرة، وطبعا الملاحقة الأهدوية للصدارة. الصفا والعهد هن الوحيدين يلي رح يكونوا عم ينافسوا على لقب الدوري اللبناني حتى الأمطار الأخيرة مع تبقي مرحلتين. بالمقابل بكرة السلة اللبنانية لا تزال الخضات الإدارية والاتحادية مستمرة. آخر من يشعر بالظلم هو الجماهير الحكموية بعد توقيفهم لمباراة تالتي. طبعا هالأمر يعني وهالقضية اللي شغلت الرأي العام أخيرا، إبعاد جماهير كرة السلة كل فترة عن الملاعب مقابل تكريمها من الاتحاد نفسه، هو رح يكون قضية الأسبوع معنا لليلة. البداية إذن مع الدوري اللبناني بعد ما وضعناكم بأبرز العناوين. الدوري اللبناني اللي وصل كان لمرحلة الرقم 20، وأبرز 3 مباريات اخترناها لكم. قبل ما نروح للدوري اللبناني، طبعا العهد وطرابلس كانوا امام مهمه جديده بكاس الاتحاد الاسيوي بالبطوله القاريه. العهد كان عم يرد التحيه لالتين اسير التركماني اللي كان اول من هزمه والوحيد يلي هزمه بطبيعه الحال بالبطوله القاريه. العهد بثلاثيه كان عم يهزم التين اسير وعم يروح بصدارة المجموعة لأنه يكسب أفضلية الأرض بالأدوار الإقصائية. طبعا بالمقابل طرابلس كان عم يسقط أمام نفط الوسط العراقي وعم يودع البطولة، خيبة أمل للفائز بكأس لبنان بالموسم الماضي. شو صار بهالمبارتين منتابع سوا. العهد كان على الوعد يلي قطعه على الجماهير اللبنانية بالبطولة الأسيوية هالموسم. بطل لبنان نجح بالتأهل للدور الثاني من كأس الاتحاد الأسيوي للمرة الثانية بتاريخه بالنسخة الحديثة من البطولة. العهد استضاف التين أسير التركمانستاني على ملعب صيدا، وكان عينه على الانتقام لخسارته بالذهاب من جهة وضمان التأهل على رأس المجموعة الأولى من جهة ثانية. وبرغم غياب أحمد الزريق وهيثم فعور بسبب الإصابة، قدم رجاله للألماني روبرت جاسبرت أداء ممتع بقيادة القائد عباس عطوي يلي افتتح التسجيل بطريقة رائعة بعد تمريرة من حسن شعيتو، والأخير أضاف الهدف الثاني بكرة رأسية بعد عرضية من حسين الزين قبل ما يختتم نور منصور شريط الأهداف بإحرازه الهدف الثالث بكرة رأسية أيضا. العهد ضمن الحصول على أفضلية الأرض والجمهور بمباراة دور الـ 16، ورح تكون مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام الوحدات الأردني تحصيل حاصل بعد ما رفع رصيده لـ 12 نقطة بفارق 6 عن التين أسير الوصيف. ممثل لبنان الآخر كان عم يتعرض لانتكاسة ويودع البطولة من الدور الأول. طرابلس سقط على أرضه أمام نفط الوسط العراقي 3-1 بمباراة أضاع فيها طرابلسيين العديد من الفرص، لكن حمزة علي فاجأ فريقه مبكرا بهدف بمرمى فريقه قبل ما يضيف أمجد وليد الهدف الثاني. وبرغم تقليص عبد العزيز يوسف النتيجة لطرابلس، إلا أنه مصطفى كريم قضى على أمال الطرابلسيين بهدف ثالث بالثواني الأخيرة. طرابلس بقي بالمركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وخرج من البطولة بعد تأهل نفط الوسط والفيصلي عن هالمجموعة. 3 عناوين أساسية كانوا بالمرحلة 20 من الدوري اللبناني هالأسبوع. واحد منهم قمة القاع بين مزدوجين بين الحكمة وشباب الغزية، يعني صاحب المركز ما قبل الأخير وصاحب المركز الأخير. إنما الأمر الواضح أنه الفريقين بمباراة يلي تواجهوا فيها على ملعب بلدية برج حمود أثبتوا أنه ما بيستحقوا أكثر من هالمركزين. والمؤسف بالنسبة لاثنيناتهم ولا واحد قدر يخرج مستفيد وقت غصموا نقاط المباراة. بمباراة ما ارتقت إلى المستوى المطلوب لفريقين بحاجة ماسة للفوز من أجل البقاء بالدرجة الأولى، فشل الحكمة وضيفه شباب الغزية باستغلال تعثر السلام زغرتا والهروب من منطقة الهبوط بعد تعادلهم سلبا أداء ونتيجة بالمباراة يلي جمعتهم على ملعب بلدية برج حمود. ومع بداية المباراة كاد الضيوف أنه يفتتحوا التسجيل مبكرا بالثواني الأولى من اللقاء بعد كرة خطيرة مرت فوق عارضة مرمى الفريق الأخضر، وبعدها انحصر اللعب بوسط الملعب مع أفضلية واضحة لشباب الغزية يلي بادر إلى تنظيم الهجمات وسط تراجع رجال المدرب فؤاد حجازي واعتماد على الهجمات المرتدة السريعة بقيادة المخضرم محمد قصاص. فريق الغزية بالإياب عم بقدم مستوى كتير كبير بالشات الكال، يعني مش عم بحكي عواطف، الملعب عم يثبت هيدا الشيء والأداء، بس عيا عم بعد عم ينقصنا التهديف. الفرص الحقيقية كانت الغائب الأكبر عن
المواجهة على رغم المحاولات الجنوبيين يلي ما أسفرت عن هز الشباك وخطف النقاط الثلاثة. قبل ربع ساعة على نهاية المباراة أدرك الفريقين وخصوصا الحكمويين أن التعادل يعد بمثابة الخسارة مع منافس مباشر للهروب من كابوس الهبوط، الأمر اللي أدى إلى اندفاع الفريقين للهجوم من دون تشكيل الحكمة أي خطورة تذكر على مرمى الخصم، عكس شباب الغزية يلي افتقد لبعض التوفيق من أجل خطف النقاط الثلاثة بالمباراة يلي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. بهالنتيجة باقي الغازي بالمركز ما قبل الأخير مع 9 نقاط متقدما على الحكم الأخير بفارق نقطة. العهد شباب الساحل مباراة غير الكل، كل المباريات بتكون عادة شباب الساحل كان عم يكون منقوص من عدد من اللاعبين الأساسيين، موسى كبير وما كان بالتشكيل الأساسي، دانيال أودافين ما كان بالتشكيل الأساسي، طبعا الأجنبي الثالث إيغور مصاب ومنه بالتشكيل الأساسي، أيضا جاد نور الدين يلي انتقل للاحتراف بالدوري الأندونيسي متمنى له كل التوفيق ما كان بالتشكيل الأساسي، إنما شباب الساحل بقيادة موسى عجاج كان عم يقدم مستوى رفيع أمام بطل لبنان يلي قدر يحسم فوزه والثلاث نقاط بهدف وحيد حمل لمسات المدرب روبرت جاسبر. منتابع عليه بالتقرير علي حيدر. كل من دخل إلى ملعب صيدا البلدي لمتابعة مباراة العهد وشباب الساحل حصل الوهلة الأولى بأن المباراة بين العهد والنجمة، فمباراة الأسبوع الماضي ما انتهت تداعياتها بعد، فحضر جمهور النجمة للمدرج المخصص لشباب الساحل وردت طوال دقائق المباراة الهتافات النجموية مع رفع علم النجمة بالمدرجات، ما استفز الجمهور العهداوي الحاضر بأعداد جيدة، فتحولت مدرجات الملعب ساحة للهتافات والهتافات المضادة بين جمهور العهد وجمهور النجمة. أما على أرض الملعب حقق العهد المطلوب ولو بعد معاناة، فالمباراة اللي خاض الساحل بتشكيلة لبنانية بحتة بعد الاستغناء عن إيغور ودانيال وغياب المهاجم موسى كبيرو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، رجال المدرب موسى حجاج قارعوا خصمهم الند للند قبل ما تحسم تبديلات المدرب روبرت جاسبرت المباراة لصالح العهد من خلال اشتراكه طارق العلي بمركز الارتكاز وليس بمركزه المعتاد بخط الهجوم، ما أعطى نفس هجومي للاعبين الوسط. وثقته الكبيرة باللاعبين الشباب دفعته لإشراك حسين حيدر يلي منح فريقه 3 نقاط غالية أعادت الفارق مع الصفا لنقطة يتيمة بعد تسجيله الهدف الوحيد مستغلاً تمريرة حاسمة من أفضل لاعبي المباراة مامادود رميه يلي كانت تحركاته مرعبة على دفاع الساحل. بنهاية الدوري بعتقد أنك تحصد نقاط أهم من الأداء، يمكن ما كنا أفضل من المباريات اللي سبقت هذه المباراة. غياب موسى كبيرو كان له أثر سلبي على الهجوم الساحلي، فافتقد الفريق لللمس الأخيرة بأكثر من كرة كان بإمكانهم خطف نقاط المباراة من خلالها. عم نشارك بثلاث جبهات، عنا تعب، عنا إرهاق، عنا الحمد لله يعني أدينا اللي علينا والله وفقنا بثلاث نقاط. العهد بهالفوز وصل للنقطة 48 بالمركز الثاني وترك باب الإثارة مفتوحة لمصراعي بالجولتين الأخيرتين، في حين تجمد رصيد شباب الساحل عند النقطة 32 بالمركز السادس. يعني صحيح أكثر من أسبوع مر على مباراة العهد والنجمة، إنما ذيول هالمباراة لتزال قائمة، الأمر يلي شهدناه بملعب صيدا بمباراة العهد والساحل والجمهور النجماوي يلي أيضا أكد أنه ذيول هالمباراة ما انتهت، والدليل نهاية مباراته مع الصفا على ملعب بلدية برج حمود. الصفا كان عم يفوز وعم يكسب أيضا جمهور النجمة بعد هالمباراة. مباراة الأسبوع بتقرير حسين رميتي. عناوين كثيرة وعريضة حملتها قمة المرحلة العشرين من الدوري بين الصفا والنجمة، أولى عناوين هو تشبث الصفا بالصدارة والذهاب على الأرجح لمباراة بمثابة نهائي مع العهد الوصيف بختام الموسم، لكن قبل مواجهة العهد على الصفا تخطي عقبة الساحل الأسبوع المقبل، المواجهة مع رجال المدرب موسى حجاج ما رح تكون سهلة خصوصا أنه المتصدر رح يفتقد لأهم مفاتيح لعبه بهالمباراة. محمد حيدر وعلي الصعدة حصلوا على إنذار ثالث رح يكلفهم الغياب عن المباراة المفصلية، ولأنه الانتصارات بتولد من رحم المعاناة نجح الصفويين بخطف 3 نقاط غالية من النجمة على ملعب برج حمود بمباراة شهدت حضور جماهيري جيد لنبيدة ومقنع للصفا. بشكر جمهور نادي الصفا الكبير اللي كان اليوم عم يواكبنا وعطانا روح زيادة ودفعة معنوية، بشكر جمهور النجمة اللي اجوا كمان شجعوا بحضارة وحلوا المباراة، انه جمهور نادي الصفا وبطلب جمهور نادي الصفا ان شاء الله الجيم الثاني وشباب الساحل ويواكبونا اكثر كمان نحن بحاجة لهم. خسارة النجمة أبعدته رسميا عن المنافسة على اللقب، لا بل أصبح مركزه الثالث مهدد بعد تعادله بالنقاط مع الأنصار الرابع. محمد حيدر حمل على عاتقه قيادة الفريق بهالمباراة، صال وجال وصنع العديد من الفرص
وسجل هدف ألغي الحكم المصري محمد حنفي. بالمقابل ما كان النجمة خصم سهل، بل صنع العديد من الفرص لكنه افتقد للمهاجم الهداف يلي بيجيد اقتناس الأهداف مع تألق لافت لحارس الصفا إبراهيم الموسى، فيما فضل تيتا فاليريو إشراك أحمد تكتوك لحماية العرين النجماوي بدلاً من ربيع الكاخي. التكتوك صمد 90 دقيقة من دون ما تتلقى شباكه الأهداف، إلا أنه الدقيقة 92 حملت مع الأخبار السارة لجمهور الصفا مع إحراز عمر الكردي هدف غالي بعد تمريرة حاسمة من محمد حيدر. نستحق هيدا الفوز اليوم لأنه قدمنا ماتش تكتيكي جيد هجومياً، كنا عملنا أكثر من فرصة بس ما كنا موفقين بآخر لمسة لحد الله شاء أنه نسجل هدف بآخر وقت. هدف الكردي رفع رصيد فريقه ل 49 نقطة بالصدارة بفارق نقطة يتيمة عن العهد، أما النجمة فجمد رصيده عند النقطة 41 بالمركز الثالث. نقطتين بالإمكان توقف عندهم بهالمباراة، تألق الحارس إبراهيم موسى يلي عم يكون خير خلف لمهدي خليل المصاب، وأيضا الإنذار يلي حصل عليه محمد حيدر ويلي برأيي وبرأي كثير من المحللين والمتابعين أنه كان ما بيستحقه محمد حيدر، ممكن يكون نقطة تحول بالبطولة لأنه محمد حيدر رح يتوقف بالمباراة المقبلة أمام شباب الساحل. ما بعرف إذا الصفا قادر يعمل استئناف، قادر يفوز بهالاستئناف وبالتالي يقدر محمد حيدر يكون متواجد بالمباراة المقبلة، أفضل لاعب بدون شك أو من الأفضل هالموسم إذا ما بدنا نجزم. خلينا نروح سوا نتابع النتائج الكاملة بالمرحلة العشرين من الدوري اللبناني. أنصار كان عم يفوز على النبي شيت 2-1 بهدفي إبراهيم سويدان. الاجتماعي عم يسقط أمام الرسنج باللحظات الأخيرة بهدفه لعدنان ملحم. النجمة عم يخسر أمام الصفا إذا 0-1. طرابلس سلام صغرتا بدوربي الشمال 4-2 لمصلحة طرابلس. حكمة غزية 0-0. عهد شباب الساحل مثل ما تابعنا 1-0. الترتيب بعد المرحلة 20، الصفا والعهد هني رح يتواجهوا بالمراحل الأخيرة لكسب اللقب، فارق نقطة بيناتهم. النجمة والأنصار بنفس الرصيد، النجمة متفوق على الأنصار طبعا بفارق المواجهات. ساحل خامس، نبيشيت سادس، طرابلس السابع، اجتماع تامن، الرسنج بالمركز التاسع. بالمنطقة الآمنة كل هالفرق، الصراع على الهبوط بآخر مرحلتين رح يكون بين السلام الغزية والحكمة. ترتيب الهدافين، لوكاس جالان كان موقوف بهالمرحلة ما لعب، إنما لا يزال بالصدارة ب 19 هدف، مثله مثل موسى كبير ويلي ما كان متواجد، رصيده 13 هدف، علاء البابا 10 أهداف، ممدود رامي 9، حسن شعيط وأحمد زراق أيضا العهد ب 8 أهداف. ما تغير كثير ترتيب الهدافين عن المرحلة ال 19، ديفيد أوبوكو 7 أهداف، راؤول تيموس من السلام 7 أهداف، محمد قصاص بالحكمة 7 أهداف، حسن هزيمة من الصفا ب 6 أهداف، مثله مثل عباس عطوي العهد وخالد تكجي النجمة. ايضا وسيم عبد الهادي من شباب الساحل بست اهداف، حسين العوطه من النبي شيت وعلي بزي ايضا من نفس الفريق بست اهداف، نيكولاس كافي من الاجتماع وفايز شمسين ايضا من الاجتماع بست اهداف، وبالنهايه اوكتافين دراجيتش من الرسنج بست اهداف. ما راح يكون في دوري هالاسبوع، انما مباراه واحده راح تقام بنصف نهائي كاس لبنان نجمه، اجتماع الساعه 3:15 يوم السبت على ملعب بلديه برج حمود. النصف النهائي الثاني راح يكون بين الانصار والعهد، انما مش الاسبوع لسبب مشاركه العهد منتصف الاسبوع المقبل بكاس الاتحاد الاسيوي. كيف كانت التشكيله المثاليه للمرحله 20؟ روبرت جاسبرت لا يزال هو افضل المدربين للاسبوع الثاني على التوالي من بعد التبديل التكتيكي يلي عمله بالمباراه امام الساحل يلي خطف الفوز للعهد، تحديدا ادخال طارق العلي بمركز لاعب الارتكاز ووضع هيثم فاعور بمركز قلب الدفاع، وهيثم بالتشكيل المثالية امامه للحارس ابراهيم موسى، الى جانبه زين طحان من الصفا وعلي السعد من الصفا، خمس لاعبين من الصفا بالتشكيل المثالية الاسبوع، لعب مباراة كبيرة الصفا امام النجمة، عمر الكردي على الجهة اليمنى، باولو فيتور ماتوس من الانصار، محمد شمس من النجمة رغم خسارة النجمة قدم مباراة كبيرة دفاعيا وهجوميا، محمد حيدر عم بيعود الى التشكيلة المثالية. لاعبين مؤازرين للمهاجم الوحيد يلي هو ابراهيم سويدان صاحب هدفي الانصار، طارق حلوم صاحب التمريره الحاسمه لهدف عدنان ملحم بمباراه الرسنج والاجتماعي، ومايكل هيلجبي صاحب الثنائيه بمباراه طرابلس السلام مع التنميه طبعا باداء مامادو درامي لاعب العهد. اكيد صفحه كره القدم اللبنانيه ما انتهت، مساء الخير داني، كنا عم نشهد هالاسبوع الدور نصف النهائي من كاس لبنان ويبدو أمام كلاكات جديدة بين الميادين وبنك بيروت،
على لقب جديد. بالفعل شربل، مساء الخير بالبدايه ومساء الخير للجميع. النهائي اللي صار بالبطوله عم بيرجع يتكرر، نهائي الكاس بين الميادين وبنك بيروت، لكن احنا رح نشوف شو صار بالادوار اللي قبل. رح تشهد كأس لبنان لكرة القدم داخل الصالات ملحمة كروية جديدة بين الميادين بطل لبنان ووصيف بنك بيروت. الفريقين كما كان متوقع حجزوا مكانهم بالمباراة النهائية اللي رح تقام على مجمع إيميل لحود العسكري، مباراة منتظرة بيطمح خلال الميادين للتتويج بالثنائية هالموسم. بالمقابل بده يحاول بنك بيروت إنهاء موسمه بلقب يحفظ ماء وجهه. الميادين بدأ مشواره نحو النهائي أسهل من غريمه. بطل لبنان واجه شباب الأشرفية بالدور ربع النهائي من دون لاعبين الأجنبيين بوبا وأنجيلوت كارو، لكن الكتيبة المحلية للمدرب فاسكو فويوفيتش كانت حاضرة، ونجح الميادين بالفوز 5-3 بمباراة شهر التألق حسن زيتون يلي سجل ثلاثية وأضاف كريم أبو زيد ومحمد عجمي هدفين، فيما سجل للخاسر سليمان عائل والفلسطيني محمد حمودي وكريستيان عيد. وبنصف النهائي عانى الميادين لتخطي عقبة العمل بكفية أحد أندية الدرجة الثانية قبل ما ينجح بحسم الأمور 6-3 بفضل خبرة لاعبي الدوليين، إضافة لعودة لاعب الصربي بوبا يلي سجل هدفين، وحسن زيتون أضاف هدفين أيضا وهدف لكريم أبو زيد، إضافة لهدف عكسي لمارك رشوين يلي سجل لفريقه أيضا مع ماريو أبو جودة ورواد الحايك. أما بنك بيروت فطريقه لنصف النهائي كانت أصعب من النهائي. وصيف البطل واجه الجيش بربع النهائي ونجح بالفوز 5-4 بالرغم من افتقاده العنصر الأجنبي بعد مغادرة الإيرانيين مهدي جافيد وإبراهيم حاجاتي، إلا أنه القائد حسن حمود أخذ على عاتقه تسجيل الأهداف وأحرز ثلاثية وأضاف أحمد خير الدين وجان كوتاني بقية الأهداف، فيما أحرز محمد الحاج ومحمد عثمان مناصفة الأهداف الأربعة. بنصف النهائي كان طريق بنك بيروت سالك نحو العبور النهائي بعد ما اكتسح الأمن العام أحد أندية الدرجة الثانية 8-1. أهداف البنك تناوب على التسجيل نصيف عبود بمناسبتين وأضاف أحمد خير الدين هدفين أيضا، وأكمل مهرجان الأهداف كل من حسن حمود وعلي حمصي ومهدي قبيسي ومصطفى سرحان، فيما أحرز رائد صالح هدف الشرف للأمن العام. رح نتوقف مع فاصل صغير، ما تروحوا ولا محل، خلوكن معنا. اتحاد لبنان لكرة السلة بكرم جماهير الأندية على طريقته الخاصة، دروع على أرض الملعب وقرار قرارات اتحادية بإيقاف الجماهير من الدخول إلى الملاعب عندما قلة قليلة من الجمهور ترتكب بأي خطأ. أكيد ما فينا نقول هون أنه الجمهور ما هو حق والاتحاد مخطئ، إنما يلي عم يحصل كان بالفترة الأخيرة يمكن تجاوز الحدود بالنسبة للإداريين بالنسبة لبعض الجماهير وتحديدا نادي الحكمة. مباراته الأخيرة أمام التضامن، المباراة الحاسمة والفاصلة بالفاينل 8، كان عم يخوضها الفريق الأخضر من دون جمهوره يلي تحدى القرار الاتحادي ودخل إلى الملعب بنهاية المباراة أو بعد نهاية المباراة وكان متواجد بباحة ملعب غزير طوال الوقت. إنما لغط كتير كبير بعد إيقاف الحكمة 3 مباريات الموسم، إيقاف جمهور الحكمة طبعا 3 مباريات. هالأمر أكيد عم يعمل توتر كبير بكرة السلة اللبنانية. ما بعرف إذا رح نشهد بالفاينل 4 هيك نوع من التوقيفات وأبعاد الجمهور يلي عم يضر اللعبة بشكل كتير كبير. الأمور أكيد مرتبطة بروابط الأندية ومرتبطة بالاتحاد بشكل عام أنه يقدر ينفس الاحتقان الموجود بالملاعب مش من خلال قرارات إيقاف. رح نعرف ليه من خلال تقرير قضية الأسبوع. الاتحاد اللبناني لكرة السلة قرر يكرم الجماهير على طريقته الخاصة، لكن هالمشهد كان عم بيسيطر على مباريات بطولة لبنان هالموسم. التكريم هو عبارة عن بطاقات دعوة وجهها الاتحاد للجماهير لمتابعة المباراة ببيوتها بعيدا عن المدرجات. هالمدرجات بدت حزينة بعد ما خلت من رويدا وأصبحت كمدينة أشباح. آخر فصول تكريم الاتحاد لجماهير اللعبة كان خلال مواجهة الحكمة والتضامن بالفاينل 8، فبدل ما جمهور الحكمة عم يعزف سيمفونياته الخاصة من أرض الملعب، قرر الاتحاد حرمان جمهور الأخضر من دخول ملعب غزير على خلفية رميهم عبوات المياه على أرض الملعب خلال المباراة السابقة. قرار مجتزأ تهرب من خلاله الاتحاد من البحث بسبب الإشكال ومعاقبة المسببين ليكون الجمهور هو الحلقة الأضعف مرة جديدة. هيدي نتيجة قرارات الاتحاد يلي كحكموية تعودنا عليها،
ان شاء الله بالايام الجايه بتتوقف هذه الطريقه بالتعاطي مع نادي الحكمه وبيكون في عدل بالتعاطي مع كل الانديه بذات الطريقه. الباسكت بول حلوه بجمهوره، اذا بنشوف غير بلدان شو بيصير، هذا الجمهور ما عم يعمل شيء وعم يتوقف. الاتحاد عم يكرم الجمهور بالملاعب وبالمكاتب عم يمنعهم من دخول المباريات، ظن البعض بانه هدف الاتحاد السعي لاستقطاب اكبر شريحه ممكنه من محبي اللعبه للمدرجات، ولكن سرعان ما تبددت الاوهام ليبين انه الهدف الحقيقي من هالخطوه هو لعب دور الاب الحنون المحب للعبه ولجماهيرها، لينكشف وجهه الحقيقي لاحقا بانه جلاد اللعبه من خلال القرارات الصادره. فكل جلسه اتحاديه بتتضمن بند محاسبه للجمهور واغلبها بيكون بالحرمان من دخول المدرجات، عوضا عن اتخاذ قرارات ردعيه بتحديد عدد الجمهور مثلا او فرض غرامه ماليه لحس الانديه على ضبط جمهورها اكثر. صراحة اللي عمله الاتحاد هذه خطوة ضد الباسكتبول أكيد، يعني الثروة الحقيقية للباسكتبول هي الجمهور، والثروة الحقيقية لجمهور الباسكتبول هو جمهور الحكمة. بعهد هالاتحاد الجمهور بينام على مشهد تكريمه وتقديم الدروع وبيستيقظ على قرار منع دخول المدرجات. الرياضي شانفيل الهومنتمن والحكمة وغيرها من جماهير الأندية طال قرار منع دخول المدرجات، وحصة الأسد كانت لجمهور الحكمة يلي منع 3 مرات لحد اليوم. مشهد وضع شاشات عملاقة بالساحات بيت مشهدي عم تتكرر بكثير من المباريات، فأصبحت منصة الساحات مقصد رؤساء الأندية والهيئات الإدارية يلي عم تتضامن مع جماهيرها. أتمنى أنا أنه هيدا آخر مرة نحن بنقعد برا، وما رح نقبل بأقل من هيك تاني مرة، هالمرة المسامح كريم، بس إن شاء الله يكونوا وعيوا الكل. من أسباب نجاح كرة السلة اللبنانية المواكبة الجماهيرية الكثيفة للفرق خلال المباريات تصريح أطلقه رئيس الاتحاد وليد نصار خلال تكريمه لجمهور الحكمة بالذات من مدة قصيرة، تصريح أتبعه قرار الإيقاف ما يضع الاتحاد بحالة انفصام عم تدمر اللعبة من خلال إبعاد الجمهور بالتالي هروب الرعاة والمعلنين. اتحاد البدع هو الوصف الأنسب للاتحاد، فعندما بيكون محرج باتخاذ قرار معين بيطير النصاب بطريقة مكشوفة تحت حجة بداع السفر، أما عندما بيتعلق الأمر بمعاقبة الجمهور فكل الحجج بتتبدد وبيلتئم الاتحاد وبيصدر قرار المنع. نحن منقول له ما تظلمنا لأنه نحن لعيبتنا ما غلطت، إذا بده يحكم يحكم عدل ويحكم على الفريقين. يعني أنا عادة بحضر الماتش من البيت، بس اليوم كيف الاتحاد جاي أحضره من هون؟ بس منقول له انه اليوم جينا هون بس اخر مره بنقعد برا، مرة الجاية عم فوت نقعد جوا لو شو ما بده ياخذ قرار. ومن صفات هالاتحاد ايضا عدم التعامل بايجابيه مع سياسه اليد الممدوده من الانديه واصدار البيانات يلي بتلاقي مزاجه، فقراره بيكون بمثابه الحكم المبرم، اي ما يكتب لا رجع فيه. بقول للجمهور بشكر كل واحد اللي اجى لبرا وهلا بنشوف قد ايه كبير اكبر جمهور بلبنان، وبشكره من كل قلبي وحنقاتل كرمال هالجمهور. يا ريت كان في بين الملعب منع جمهور من ارض الملعب، ربحنا كرمالهم، بدي اهدى هذا الفوز لكل واحد حكماوي. الاتحاد اللبناني لكره السله بابعاده الجمهور عم يدمر لعبه وصلت للعالميه، فالجمهور هو عصب اللعبه وهو ورا نجاحها، فلا يسمح بان يكون الجمهور ضحيه قرارات مجحفه وتعسفيه تصدر عن الباب العالي. مع التنويه ايضا بالشغل الكبير يلي عامله علي حيدر على الارض خلال هالمواكبه لقضيه الاسبوع، بيسعدني انه نستضيف معنا لليله احد نجوم الجيل الذهبي لكره السله اللبنانيه، العصر الذهبي لكره السله اللبنانيه، نجم منتخب لبنان سابقا الرياضي أنترنيك والحكمه بدر مكي. مساء الخير. مساء الخير لك ولجمهورك ولكل اللي عم يتابعونا، وبدي هنيك على البروجرام الحلو اللي كل العالم بتحضره وبتنطره. شكرا بدر، يعني كتار صار لهم زمان ما شافوك، انما حضورك دائم على صعيد كره السله اللبنانيه، بتعطي رايك، حاضر دائما بمواكبه الاعلام، ما بتغيب عن ساحه الباسكتبول اللبناني، حاليا مدرب للشبيب الشياح بالدرجه الثانيه، انما ما بنشوفك بمدرجات الملاعب لا عند الحكمه ولا عند الرياضي، هل انت كمان موقوف مثل الجمهور؟ يعني بتعرف هذا الاتحاد ما خلينا نحس بالامان لهاللعبه، وانا دائما اذا بحكي من حرقتي لهاللعبه، من حرقتي للي عم بيصير بالباسكتبول. يعني نحن جيلنا اللي بنى هاللعبه واللي اسسها واللي تعب، حرام تشوف انه مبعديننا، يعني عرفت مثل مستولين على اللعبه ومبعديننا عنها. فبجرب قد ما في انه فنيا احكي
واتحاديا نساعد قد ما في يعني، واللي بيحب يسمع بيسمع. طيب هذا موضوع الاستعانه ب يلي كانوا رموز بالعصر الذهبي لكره السله اللبنانيه رح اتطرق له انا وياك، انما بدي ضل بموضوع الجمهور يلي هو قضيتنا لليله. بدر، ايامكم وتحديدا عند ما كنت بصفوف فريق الحكمه كانت يمكن الفوره الاكبر للباسكتبول اللبناني، والحساسيه الاكبر يلي كانت موجوده بين الحكمه والرياضي، وبعدين دخل الشانفيل على الخط والى اخره من الفرق، حتى التضامن كان موجود بقوه بوقتها. كنا نشوف اشياء تصير بالمدرجات تحديدا بملعب غزير والجمهور الحكماوي يلي حاضر كان بشكل كتير كبير، انما الاتحادات كانت تاخذ قرارات على قد حجم يلي بيحصل. اليوم بتلاقي انت مثل ما قال استاذ مارون غالب رئيس نادي الحكمه انه تعود على قرارات الاتحاديه، وكانه عم بيقول في تعمد ضد نادي الحكمه من القرارات يلي عم تتخذ بابعاد جمهوره يلي هو نقطه قوه مثل اي لاعب. صح 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 100% اكيد. بس توقف جمهور الحكمه يعني شلت اللاعب السادس. الحكمه معروف افونتاج تبعه جمهوره، بس تلبس قميص الحكمه وتنزل كنت اجنبي ولا لبناني وتشوف هيك جمهور بتعطي 500% زياده عن قوتك. فبس توقف جمهور الحكمه يعني انت كانك عم في تعمد يعني؟ اكيد في تعمد، انا برايي اكيد في تعمد. ما بعرف شو السبب، هو جهل، هو مقصوده، بس عم تشوف في تركيبات عم تصير بالفرق، يعني بدي هيدا الفريق يربح هلا ولا بدي هيدا الفريق يربح ولا بدي هيدا يعني الفريق. بتعتقد انه اليوم مثل ما حكي كتار من الحكمويين، يعني مش كل الاشياء قدرنا نطلعها على الهواء لنكون صريحين، في كتار اتهموا الاتحاد انه هو كان منحاز لنادي التضامن ولهالسبب وقف جمهور الحكمه بمباراه فاصله وحساسه لهالدرجه. انا عم بقول لك انه في بتشوف اشياء عم تصير، يعني مش معقول انه نادي مثلا مثل الشونفيل ما يوصل على الفاينل 8، في علامه استفهام وراها. بتشوف انه توقف مثلا جمهور الحكمه بماتش لازم يتوقف فيه لعيب التضامن مثلا، انه بنحكي انه رجعوا حضروا الفيديو ما حدا بيسمع. صرنا 4-5 سنين بنقول انه هذا الاتحاد صغير على هاللعبه، هاي اللعبه عم تكب 15-16 مليون دولار، عم يحكمها رئيس اتحاد ما خصوا فيها للعبه، جابوه نزلوه بالباراشوت، نزلوا لنا اياه، حطوا لنا اياه، قالوا لنا هذا رئيس اتحاد بياخذ قرارات. انا خوفي كبير انه هالمصاري اللي عم يحطوها المستثمرين تروح على الفاضي. قال لك ليه؟ لانه انا كثير خيفين انه ما تكفي البطوله. بتلاقي يعني هيك نوع من القرارات. هلا من دون شك بالفاينل فور والمنافسه القويه اللي موجوده رح يصير في احداث جماهيريه، هيدي بنقدر نجزم فيها. بتلاقي انه هيك قرارات اذا كانت حاضره ممكن ما تخلي البطوله تستمر، وخصوصا انه كان في رسائل مبطنه، يعني حتى الاب جون بول ابو غزالي رئيس الفخري لنادي الحكمه عم بيقول انه اخر مره بنقبل بهيك قرار، يعني اذا الحكمه توقف جمهوره بالفاينل فور وقرر يدخل الى ارض الملعب ممكن يتم تخسيره، ممكن تتخذ اجراءات اقصى فيه، ممكن حتى ينسحب من البطوله. ويقال انه كان في تفكير من قبل نادي الحكمه بهالقرار. هل بطوله لبنان لكره السله مهدده بسبب هيك نوع من القرارات؟ مهدده اكيد مهدده، وانا عم بقول لك اياها مهدده من اول ما بلشت، انه ما اتحاد منه جريء، ما بيعرف ياخذ قرار اللازم، يعني في كان لازم قوانين تنعمل من الاول، انه اللعيب يعني في الاتحاد يجي يصور مثلا اللي بزت قنينه يوقفوه مثلا سنه سنتين مثل ما بصير برا، وين بكل ملاعب برا بالباسكت بزتوا قنين وكذا، مش تجي بتوقف جمهور مثل ما هو. يعني اذا بتشوف العالم قديش بتحب الحكمه، قديش بتعشق هاللعبه، قديش بعدهم لهلا بيتذكروا ايام العز، بعدهم لهلا بيحكونا مشتاقين نربح، بيبكوا بس يخسر الحكمه، بيصلوا، يعني عالم مشتاقه لترجع الحكمه للامجاد. ما فيك تجي انت تمنع توقف، بدك تخسرها بالقوه، بدك تجي توقف لها جمهورها. ركز يعني على الحكمه انت، مع انه هومنتمان رياضي بيبلوس، لا لانه عم كذا كذا نادي تم توقيف جمهوره شانفيل 100% 100%، بس هيدي اللي صارت اخر وحده، انه صار اغلاط بقلب الملعب، وصار ضرب من قبل لعيب اجنبي على هايك، وصار في ووكينج، صار في اغلاط وخصوا الحكمه، بتيجي انت عم توقف لهم جمهورهم، يعني في علامه استفهام. ما بعرف جمهور الحكمة كان عم بيقول كمان بالمقابلات انه كان في استفزاز من لاعبي التضامن، ورابطة الجمهور كانت مسيطرة على الوضع، انما بعض العناصر غير منضبطة كبت أناني على ارض الملعب. اليوم السؤال اللي بينطرح ايضا، يعني وقت لعيب بيجي بيعمل بايده حركة للجمهور، انه الجمهور شو بدك ايه، انه ضل واقف عم يتفرج؟ يعني اكيد بده يزت قنينة،
طب الاتحاد هم في ياخذ قرار بهاللاعبين؟ لازم، عم اقول لك لازم، يعني من الاول ما في اساسات، ما في اساسات لهالاتحاد، الاتحاد ماشي هيك، عرفت؟ يعني اتحاد صغير على هاللعبه، عم اقول لك صار لي 4-5 سنين بقولها، مش من هلا. اتحاد صغير على اللعبه، هيدي اللعبه لازم يكون فيها اتحاد احتراف، خلص بطلنا يعني. حتى يلي عم ينقلوا المباريات يعني ال بي سي ما عم تعطيها حقها للعبه، لازم تعطيها اكثر، لازم يكون في بروجرامات، لازم يكون في استوديو تحليلي، ما نحضر ماتش وايه وهيدا فوت السله وهيدا شاط وهيدا. ما في يعني اللي عم يحضر لازم يعرف هيدا ليش هالقد تعب، هيدا شو عمل اللي عمل هالستيل، لازم يكون في تحليل، يعني اللعبه هاي لازم يعطوها حقها اكثر منه. ما بدي روح كثير لموضوع الاعلام وتوسع فيه، اوريدي عامل لغط على الصعيد الوسط السلوي بالتحديد، محبتنا لهاللاعب صحيح يعني. صحيح يعني من دون شك، مقارنة بالأيام يلي انت كنت فيها لاعب منتخب لبنان، لعبت بكأس العالم مع الحكمة، أيضا لعبت ببطولة العالم الرياضي أنترانيك، أيام العز تعاطي مع الأندية، يعني اليوم بيقولوا الجمهور بيقول أنه لا، الاتحاد أقرب إلى اللعب من الاتحادات يلي كانت قبل. ما نحن مش مزبوط هذا الحكي أبدا، بس نحن بدنا نتطور، ما بدنا نرجع لورا انه نحن كيف كان اتحادات، بدنا نتطور، بدنا نعمل اتحاد محترف يقدر يلقط هيدي اللعبه. مزبوط، بدنا نرجع نحن اللعيبه القدامى يلي وقفوا يلي تعبوا. عندك اللي مشان تفلع عم يعمل عمليه لوركو مثلا جمعه الجاي، بولس بشاره عمل عمليه، بنتمنى له السلامه ولبولس ايضا اكيد، لانه هودي ليك هلا تعبوا. يعني انا عامل 3-4 عمليات بركبه وغيري وجيل، وين ساكو، وين جانو مامو، وين هاللعيبه، وين وليد دمياطي، وين ياسر الحاج، وين بتحس هود اللون مبعدين. يعني ما بعرف اذا فهمت منك، عم تحكي عن دور اداري لهاللاعبين يكونوا أكيد موجودين يعني بالاتحاد 100%. مين بده يكون ماسك الاتحاد؟ مين بده يديرها للعبه اذا اللي بيفهموا فيها ما داروها؟ مش دور فني مثلا اليوم منتخب لبنان، ما دام فينا نفتح هذا البارانتيز ايضا، ومنتخب لبنان مشاهدينا اكيد رح يكون مطروح بقوه بتقال سبورتس، كل شيء بوقته، وخصوصا عنا استحقاق بطوله غرب اسيا. لحد هلا منتخب لبنان ما معروف مين اللاعبين، بطوله غرب اسيا ب 30 الشهر الحالي بتبلش، والمنتخب الايراني مشارك بمنتخبه الاول استنادا للامين العام جون تابت مثل ما ابلغني، يعني بطوله قويه. اليوم مش معروف مين اللاعبين، مش معروف مين المدرب. طيب كل سنه هيك، انت اليوم عم تحكي عن دور اللاعبين القدامى يلي حملوا الباسكتبول الى مصاف العالميه على الصعيد الاداري او على الصعيد الفني؟ 100% على كل المجالات. رح اقول لك مثلا مدرب المنتخب، اذا بدك تجيب مدرب اجنبي لازم يكون اجا من 4-5 اشهر حضر كل متوشه وينقي. هلا اذا بتجيب مدرب لبناني هلا بنقي اللعيبه يلي بيعرفهم يلي بحبهم، عرفت؟ بتجي اخر دقيقه بتنقي مدرب لبناني بتحطه كوتش للمنتخب، ما عنده امكانيات، ما عنده شيء، ما عم يتمرنوا مع بعض، مش مجتمعين، وعنده صعوبه انه ينقي اللاعبين اللبنانيين حاليا أكيد. بوجود 3 اجانب عرض الملعب اكيد. هيدي اكبر غلطه عملها الاتحاد، هيدي قاتوليه انه 3 اجانب. هيدي انا ليه هن عم يشوفوا انه ناجحه، يعني في اثاره، في مستوى متقارب، هيدا هوبس كان طلعه من الباسكت رجع من بعيد، الويزي على حساب الشانفيل فات بالفاينل 8. اوكي الهوبس وصل على الفاينل 8، كان رح يوصل على الفاينل 4. اوكي وكان رح يوصل على الفاينل 4، شو طلع له 3 اجانب؟ شو استثمرها ماليا؟ اجا وفر على حاله مصاري، وفر على حاله مصاري، كان فيهم يوفروا على حاله مصاري بغير طريقه. في كذا طريقه لتجي تعمل انت كل الانديه بعدها لهلا شربل، الفريق المكلف اكثر بيربح، بدنا نكون واعيين. همات من قد ايه مكلف هوبس، قد ايه مكلف بالاخر؟ مين بيربح البطوله الرياضي؟ ليه مكلف 10 اضعاف؟ توقع السنه يعني الرياضي يربحها اكيد. ليه؟ لا معهم فادي الخطيب صديقك، لانه مش بس فادي الخطيب، يعني فريق اول شيء بيشتغل باحتراف وفي ماديه، يعني الواحد يكون واعي المال هو اللي بيحكي باللعبه. يعني وقت انت عم تجيب احسن اجليك مثلا الهومنتمن، كيف فرقت معهم بس غيروا الاجنبي، كانوا 2-0 داون صاروا 3-2. يعني ما عم نستثمرها، عرفت؟ انه هلا التضامن اوكي 3 اجانب وكان في عندهم مولين، فلوا المولين، انا مثل ما سمعت انه اليوم على الفيسبوك انه وقفوا المولين يدعموا. كل سنه التضامن بفوت بهالمشكله اوكي أصلاً. يعني ما عم نلاقي حل جذري لهالفرق، ما عم نلاقي الشركات تيجي تدعم، ما بدنا اشخاص بقى يضل تدعم، أشخاص تدعم كرمال تتدخل سياسيا،
بدنا نحن نبعد سياسي عن الباسكت. شو رايك بخطوه تكريم الجماهير بتسليمها دروع على ارض الملعب ومن ثم ايقافها بالقرارات؟ تفنيصه تفنيصه تفنيصه. ليه ليه حركات ليك حركات مش خطوه مثلا تحسب للاتحاد انه عم يعمل لفته لهالجمهور انه عم يقدروا بيقدروا بيوقفوا بس الجمهور عم بيغلط زت قنينه زت حق وقف اللي بيغلط ما فيك توقف جمهور كله كرمال شخص شخصين ما بيصير. طيب اليوم بكرة السلة الحديثة إذا بدنا نقول بعصر الحديث عم تشوف مشهد مغاير عن أيامكم قبل مباراة حكمة رياضي مدرج حكمة مدرج رياضي أكيد 60% 40% أو 70% 30% هاي لزتها كانت تعطي جو بالملعب 100%. اليوم في قرار اتحادي بيقول أنه فقط جمهور الفريق المضيف موجود على الملعب غلط مع انه القوى الامنيه مشكوره بس هذا القرار مش مع الاتحاد الحالي يعني من قبل هيدا من قبل بس غلط فيها تضبطها القوى الامنيه فيها تضبطها نحن كان ينزل الجيش يعبي الملعب المخابرات تكون فايته بقلبه كان الوضع اصعب اصعب بكثير اقوى اصعب بكثير اصعب بكثير هلا بعدها ماشي يعني كان حكم رياضي ما تشوف حدا على الطريق ما كنا نقدر نمشي على الطريق يعني اليوم اذا وصلنا للفاينل في افضليه الارض لفريق على فريق ثاني الفريق واحد من الفريقين جمهوره رح يحرم من مباراة يمكن إضافية إنه يكون عم يتابع فريقه لأنه أفضلية الأرض لفريق تاني وبالتالي جمهوره بس بحق له يحضر 100% ليك ما عنا وعي حتى بالجمهور لازم يكون في وعي أكتر لازم يكون في ليش عم قلك أنا ما عم يعطوه حقه للعبة يعني أنت وقت تعمل بروجرامات دايما عم تحكي عن الباسكت تقعد تجمع هذا لعيب الرياضي مع لعيب الحكمة بيقعدوا بيحكوا مع بعض ما بيصير فيها تنشن بنشوف برا بيقعد جمهور الليكرز مع جمهور السبيرز مثلا بفوت على الملعب بيقعد حدهم وهذا بيقف بحمسه ما بتشوف فيها التنشن ليه في وعي في بروجرامات دائما طبيعه الوضع الاجتماعي والسياسي بلبنان يعني العصبيه الموجوده يعني بتاثر نحن غير ما فينا نشبه حالنا بالان ما هيدي مين بيخلقها هيدي بيخلقها الاتحاد العصبيه هو بيخلق الاتحاد وقت بيجي بيحمس هيدا على هيدا وبيحكي مع هيدا بظهر هيدا هول القصص عم يصير في كومبينات عم يصير في تركيبات بتعتقد انه الكره السله اللبنانيه بعد اللعبه الشعبيه الاولى بلبنان اكيد اكيد انا عم اقول لك عمول هلا اجنبي واحد بتفول ملاعب شو بدك للخبريه انه ثلاث اجانب ولا يخففوا ولا يعملوا هلا حط اجنبي واحد تفول الملاعب شو هيدا تنحضر انا عم اقول لك لانه العالم بتحب الباسكت بتعشق ونحن اللي عملناه الامجاد بعد هلا بس رغم انه في قسم كبير من الجمهور بعد عن اللعبه للاشياء اللي عم تصير بالملاعب اكيد في جمهور في يعني بال ما بدي اقطع حديثك بس الاسبوع الماضي كان معنا نائب رئيس الاتحاد نزار رويس نائب رئيس الاتحاد بيقول انا ما بحضر مباريات بطوله لبنان لانه ما في لبنانيه عم يلعبوا يعني هذا نائب رئيس نادر بسمع عفوا 100% يعني لكن في لعيبه كثير السنه ما بينوا حرام يعني في لعيبه هذيك السنه كانوا يعني في جمهور يعني انا القصد اقول لك انه في جمهور قسم الجمهور بعد عن اللعبه هل هالامر صحيح بتحس يعني انت على تواصل مع شريحه كبيره من جمهور الباسكت شيء بسيط بس بتحس انه لعيب اللبناني مظلوم وهذا الحق على اللعيب اللبناني انا عم اقول لك لازم يكون في رابطه للعيب اللبناني ما يقبلوا بقرارات الاتحاد بالنهاية مين اللي عم يعملوا شيء بالنهايه مين اللي عم يلعب بالنهايه مين اللي عم يتعب الاتحاد عم يقطفه على ظهر مين على ظهر هاللاعب من زمان جينا نحن ووليد ومشنطف وفادي على اساس نعمل رابطه ورجع وقتها فرطوها وعرفت طب اليوم حاول روني فهد ونديم السعيد يعملوا هذا الموضوع اكيد لازم يعملوا كرمال الضغوط بصير من انديتهم بيخسروا ما لازم يدخل الضغوط ما لازم يدخل لازم يعملوا رابطه للاعيبه وما يقبلوا بثلاث اجانب اجنبيين وواحد على ارض الملعب شفنا ديريك فيشر بالان بي اي قد ايه وقفوا الان بي اي بسبب مساله الرواتب يعني ديريك فيشر قدر كان بصفته رئيس لرابطه اللاعبين المحترفين قدر يوقف الان بي اي لحوالي في عم اقول لك اللعيبه اللبنانيين فيهم يوقفوا الدوري فيهم يعملوا مثل ما هن بدهم اذا كانوا متكاتفين ايد وحده ومتضامنين ما يجي يخرقون سياسيا ويخرقون بالرأس الانديه لانه هن اللي عم يتعبوا هن اللي عم يتمرنوا لاعب الباسكت بيتمرن كل يوم 3 ساعات الصبح 3 ساعات عشيه ما بعرف اذا ايامنا هيك ما بعرف هلا كيف عم يتمرنوا نحن كنا نتمرن كل يوم 3 ساعات الصبح 3 ساعات عشيه طيب بعد دورة الألعاب الأولمبية راح يكون في انتخابات الاتحاد اللبناني لكرة السلة وكلنا بنعرف إنه في عرابين
أكيد. لا أي انتخاب. ما هي المصيبة. شو اليوم نصيحتك لهم كلاعب سابق عطى كتير للباسكتبول اللبناني على صعيد الأندية والمنتخب اللبناني، وبلكي كلمتك ممكن تكون مؤثرة فيهم، لأنه أنت عم تحكي اليوم منطلق عاطفي بعيدة من المصالح الشخصية، بعرفك أنك بعيد كل البعد عن يمكن الخط الأول بالباسكتبول اللبناني. 100% بنحل لك شغلة، ما في حل. أنا عم بقول لك ما في حل للأسف، ما في حل للعبة الباسكت. أعطيهم حل. حل هو الأندية الدرجة أولى يعملوا هن اتحاد محترف، وخلي هذا الاتحاد يعمل دور البنات ودور الدرجة تانية، وهن يعملوا يجيبوا من كل نادي رئيس شخص هن يعينوه، وكل سنة واحد منهم بيعمل رئيس للاتحاد دور محترف. ما في غير هيك بتمشي اللعبة. ماشي الحال بالدرجة التانية مع الشباب السياح؟ جديد صار لي شيء أقل من شهر معهم يعني، وعم ساعدهم لما ينزلوا على الدرجة الثالثة. بتعرف كانوا خسرانين كلهم تشطهم، ربحانين ماتش واحد، وعندي إصابات. مروان حاج ما عم بيلعب أبدا، وفي كم لعيب منصابين، يعني في صعوبة شوي. بس مهم، مش مهم، مهم تربح، مهم تعرف كيف أنت تربح، تعرف تستمر، تعرف تعطي 100% وتخلق روح لهالفريق. بعرف عندك تمرين مع الشبيبة ناطرينك، ما راح أدخر عليك كتير. بتشكر حضورك معنا الليلة بدر مكي، يعني حديث ممتع معك. راح يكون لنا لقاءات تانية، وخصوصا الباسكتبول بوعدك انه راح يكون لها حضور يعني قوي عبر شاشة التلفزيون. يعني لازم نحكي كتير، يعني هيك نص ساعة ما بتكفي عن الباسكت، لازم نقعد نحكي كتير لنحلها. ما في شك. شكرا لك، شكرا لحضورك الليلة. مشاهدينا بريك تاني بحلقتنا لليلة، ومنعود بعدها نفتح صفحة الرياضة المحلية المنوعة مع داني. بسل اللبنانية للسيدات وبالتحديد بالمرحلة الـ 13، المنافسة عم تكون كتير قوية بين أبرز الفرق المشاركة بالبطولة، وعلى رأس الرياضي بيروت والهومانتمان أنطلياس. سلة لبنان للسيدات ما تحسنت حتى الساعة، ما في حدا لمنافسة الرياضي بيروت والهومانتمان أنطلياس. قد تذهب البطولة للمجهول، ولا أحد يتابع تطور السلة النسائية اللبنانية على الصعيد الدولي. السلة العربية والأسيوية عم بيكون مستواها بعيد كتير عن الارتقاء للعالمية، والسبب ما في حدا بهمه تطور اللعبة وإيصالها للمراتب المتقدمة. صحيح أن الفرق المشاركة بالبطولة عم تعرف خامات جيدة، إنما هل هيدا كافي لرفع التحدي وإنزال بالرياضي بيروت وهومانتمان أنطلياس خسائر غير متوقعة، لربما قد تنتقل البطولة من مرحلة لأخرى؟ الحماس دايما مرتفع والجدية حاضرة عند الجميع، اللاعبات، الجهاز التدريبي والجمهور. اليوم صار الوقت للانتباه لمستقبل هالرياضة، بما أنه الإنجازات ما بتقتصر فقط على البطولات الداخلية ولكن على الصعيد العالمي. لعله حدا بيوعى على هالمر قبل فوات الأوان. وبأبرز النتائج، فقد فاز الهومانتمان أنطلياس على أنترانيك 80-59، وفاز الرياضي بيروت على الشباب العربي 69-38، كما تغلب التضامن على المتحد بمباراة دفاعية 56-41. من سلة السيدات لطائرة الرجال، كيف بدت المباراة النهائية لهاللعبة؟ تقدم الزهرة المينا طرابلس حامل اللقب على وصيفه الأنوار الجديدة 1-0 من أصل 5 مباريات بالدور النهائي لبطولة لبنان بالكرة الطائرة، بفوزه عليه 3-0 بالمباراة الأولى لجمعتهم، وانتهت المجموعات لمصلحة الفايز كالآتي: 24-26، 25-22، 25-21. وبرهن فريق الزهراء بعد فوزه بالنصف النهائي على تنورين 3-0 بالسلسلة بالدور النصف النهائي بأنه هو ماضي لتحقيق الفوز بالبطولة للعام الثاني على التوالي. الزهراء عم ببرهن بمباراة بعد أخرى بفضل لاعبه الفنزويلي كيرفين بينيروا، يلي هو أفضل لاعب هالموسم، أنه اللقب ما رح يفلت من خزينه، على الرغم أنه فرق تانية مثل الأنوار تعتمد على خدمات المجري دوموتار ميزاروس. مباراة التانية رح تقام بعد ساعات قليلة، على أنه تستمر السلسلة لمعرفة مين رح يكون بطل لبنان لعام 2016 طوال هالأسبوع. أما بمباراة تحديد المراكز، فاحتل الشبيبة تنورين المرتبة الثالثة بالبطولة بفوز على الشبيبة البوشرية 3-0. من العالمية لليقظة، الكرة اليد كيف كانت المرحلة السادسة؟
بإطار مباريات المرحلة السادسة من بطولة لبنان لكرة اليد، واصل فريق الصداقة وصيف بطل لبنان مسلسل انتصاراته بعد تغلبه على فوج إطفاء بيروت بفارق 7 أهداف وبنتيجة 29-22. بهالنتيجة حصد الصداقة فوزه السادس على التوالي وحافظ على سجله خاليا من أي خسارة. هو رح يخوض آخر مبارياته بالدور الأول يوم الخميس المقبل أمام الشباب مارلياس حامل اللقب لتحديد هوية المتصدر. حامل اللقب مارلياس حقق فوز صعب على الجيش بفارق إصابة واحدة 25-24 بمباراة متقاربة المستوى، سدتها العصبية والخشونة واحتسبت فيها 14 ضربة جزاء. وبآخر مباريات هالمرحلة حقق المبرة فوز صعب على البترون ستارز بفارق 3 إصابات 39-36. ختام مباريات المرحلة السادسة بين هوليدي بيتش متذيل الترتيب والجمهور أجل إلى وقت لاحق بسبب الأعياد. بطولة لبنان هالموسم عم تقام بهدوء بعيدا عن الأضواء الإعلامية، وهالشي ممكن يأثر سلبا على لعبة وصلت بيوم من الأيام للعالمية، لكن اليوم عم تعاني وهي بحالة موت سريرة. قبل الختام، شو هي أجندة تي إل سبورتس لهالأسبوع وأبرز العناوين والأحداث الرياضية منتبعها سوا؟ أكيد إذا أبرز الأحداث ابتداء يعني من يوم الخميس راح يكون طبعا مباراة نهائي كأس لبنان للفوتسال بين الميادين وبنك بيروت. ايضا عندنا الانوار جديدي والزهرة المينا طرابلس بنهائي كأس او بطولة لبنان للكرة الطائرة. يوم السبت راح يكون عندنا النجمة والصفا الساعة 3:15 على ملعب بلدية برج حمود. ايضا الجولة الخامسة من بطولة لبنان للكارتك ببيت ستوب الزوق. وطبعا رح يكون يوم الأحد بطولة لبنان للناشئين بالجيدو ابتداء من الساعة 10 الصبح بنادي بودا. الختام مع لقطة الأسبوع وأبرز اللقطات المهضومة بأنه حلقتنا عن الباسكتبول الليلة عن الـ NBA. إلى اللقاء. KG gets his hands on it and is able to save it.